شكلها حلو كتير. عارفين عن حالك؟ والله أنا اسمي سلمى بس ينادوا لي مسامان، وخياطة يعني مهنتي خياطة. من أي عام وأنت عم تخيطي أو قديش صار لك؟ والله تقريبا صار لي شي 15 سنة من أول طلعتي، يعني رحنا على الشام. أنا بدايتي بلشت بالشام، يعني الشام بلشت والحمد لله يعني تطورت. وبعد ما تجوزت يعني جيت لهون اجباري، جيت لعند جوزي هون، اجيت لهون كمان. اول شيء ما خيطت، بس بعدين بلشت كمان بالخياطه، ما حبيت اروح مهنتي هيك. وهلا الحمد لله صايره اخيط وبيتي. طيب اخيط كل شيء. طيب فيكي تحكي لي مثلا عن طريقه تفصيل اثواب الكرديه او شو بتسموها بالكرديه؟ كراس وخفتان. راس وخفتان احنا عندنا بالكردي. ايه وطبعا بالعربي كمان، العرب كمان اخوتنا العربي فستان وزبون، يعني هن يخيطوا كمان. ايه كل شيء يخيطه. كيف بيفصلوها كل سنه؟ يعني هالسنه اختلف شيء عن العام الماضي؟ ايه هالسنه اختلف، لانه هذيك العام مثلا لا كان في صيام ولا شيء. وبس هالسنه لانه اجى رمضان بنفس الوقت، الاوضاع كمان نفس الشيء، العالم يعني صار الوضع المعيشي مو زياده. طيب يعني هذا لما عبصت الموديلات انت اللي بتاخذيها مثلا جاهزه على النت؟ كيف الموديلات شو ما يطلبوا مني اخيط لهم؟ طبعا يبعثوا لي على الانترنت. هلا وبدك اشوفي الموديلات كمان. هاي هن الموديلات. هلا هي هاي طلبت هذا الموديل، هيك موديله. وهاي كمان نفس الشيء، هذا حسب ما هي. بس هدول الاثنين انا بظن انه هاي جديد انه بلشنا نخيط منهم هالموديلات. كانه ما هداك الموديل مو يعني كردي وهيك، بس انه شيء مميز يعني تراث يعني ما يروح. اري والله مجاتنا مجلكي خو بدرون جميع خيار. من امتى انت بتلبسي الثوب الكردي؟ والله ام جزوفه الخوتكين اف بينجي ستاله ما تي بيلا ما فهم جد كي كردي الخوتكين وروجا كما يا خوشا روجا كما يا كيف خوشي جبر كردي ام الخوتكين. طيب فيكي تحكي لي شو سبب تسمية يوم عيد النوروز؟ هذه بخد يجبر عيد النوروز وروجا كما يا خوشا وجبر كردي جي دوير وجي دا جبن ظلمي دار كتنا حاكمة كي يكي ظلم دار هبو زاروكي كرداد دبرن ودكوشتن تقول حاكمنا خوشا وبوهين جاتي زاروكي كرداد دكوشتن وميجيوا تقول أمي لاشي ويخن جبوي لاشي ساغبي وزاروكي كرداد دكوشتن أفرابو دان قتشو قهاوي كاواي هسن تشيت كرن أزولو تازا نزانم جي المهم جواب قهاي دا قول حاكمة كيهانو ظلم دار هيا برن قومي سري بيلاكي زاروكاوي وي بن وي شبي وي سري قريبي جي جيكن وي لاشي وي خن قرق جي حرمة جيش كزبا شوطي تشو قوتي دا قولا إيشاب دورا قريب منا ورابو حرمة جي تشو بس حرمة نكاري بتشتكي بكي أبي تشو تشاكو تشاك شورا تشيكر وتشو وجهيوينا وكتهاتي تشه ونا از هاتما از بريني وي درمان كم از ساخ كم اتخطورم دي 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 دفرا دفرا خو غان داني زيكي وي چاكو چه خو كربو بن چنگي خو دا بن جلق چاكي تي خو دا دقن نبينن حتى غاي دو چاكو چه خو در خست وزن دو بند خو بادان و سري وي دان سري پتخان و اچو عسكري وي هات جي كشتن او حرمتي جي يا جيا كرك جي آري كر ديت كيفا وي هات كيفا هات قولا أف جبنا مسو شرابا دي 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 حتى خوك هان دساري برجي و آقري نوروزي بي خص أدوي شبا بيستو يكي آداري. أفدر ضابطة شو جاي تسوي هون؟ اسهات مكراس وخفتان خوف فصلينهم وعيدانا وروز ميزيك بوا وكم هرني ده.
رح تروحوا تطلعوا على نوروز تحتفلوا؟ از مال با تخو ساغميتشن و هفالي مجيويتشن. والله اللي تتعلم الخياطة قديش لك عم تعلمي؟ 3 شهور. طيب شو تعلمتي بحكم تجربتك او تعلمك من الخياطة؟ تعلمت مثلا تفصيل القص، اخذ القياسات. اول شيء يعني اخذت صعوبة، بعدين مع عمت خالي مسامان وصرت اتعلم شوي شوي، وهلا يعني ممتاز.